بيتي حنان، امال فين الغوايش بتاعتك يا بت؟ يا لهوي، انت كمان خلع الدبله وخلع الخواتم؟ ايه يا بنتي، هو انت عيناهم علشان لما تبيعيهم يبقوا لسه بلمعتهم ولا ايه؟ ولا تكونيش بعتيهم يا خيبه الامل؟ ما انا عارفاكي كويس، كل ما جوزك يقول لك هات اللي معاكي تمد ايدك وتديله. ما تتكلمي يا بت، ساكته ليه؟ ايه يا رباب، في ايه؟ ايوه يا ستي، انا بعت الغوايش وبعت الخواتم كمان، بس الدبله شايلها جوه، اصل حاسه كده انها وسعت عليا. هي لهوي يا لهوي، يا خيبتك يا خيبتك، بقى بعت الغوايش والخواتم يا هبله؟ يا بت، ده الواحده فينا ملهاش غير شرفها وغوايشها، واللي اتفرط في شرفها ولا في غوايشها يا حبيبتي كأنها خلاص فرطت في حياتها كلها. انت هبلة يا بت، مش مكفيكي تحويشة عمرك ولا شقاكي وتعبك ووقفتك في المصنع على رجليكي اللي بتديها لجوزك، وكمان رايحة تبيعي الغوايش؟ تصدقي بالله انك بت خايبة وحزينة وعايزة تنضربي بالصارمة على دماغك كمان. ايه يا رباب، في ايه؟ حصل ايه يا حبيبتي الكل ده؟ يا حبيبتي انا هحكيلك، بقى عادي الجوز انت عارفه الحمد لله بعد ما ربنا اكرمه ووقف على رجليه تاني، دلوقتي يا ستي معروض عليه سفريه يشتغل في مصنع كبير قوي للملابس الالافرانكا. امال ايه يا بت، ده هيروح لبنان، يعني هيلبس الممثلين والناس التقيله قوي، وهو اللي هيباشر كل تصليحات مكن المصانع الكبيره في لبنان. ايه بقى، عايزانا اقول له لا؟ وكان لازم يدفع مبلغ كبير قوي عشان السفريه تتم. علشان كده يا حبيبتي بعت ذهبي. حصل ايه يعني؟ حصل؟ لا يا حبيبتي، ده حصل وحصل وحصل كمان. حصل يا حبيبتي ان انتي وديتي رجل، وديتي جوزك بايدك لجحر التعابين. يعني يا هبلة، هو في واحدة تخلع ذهبها عشان تقول لجوزها روح لبنان وشوف الستات الحلوة؟ طب ادي دقني اهي، ان عادل ده ما ضحك عليكي او اداكي قلم يرن على قفاكي. يا هبلة، ده ياما الستات اللي ضحت كان واقف لهم في اخر الطريق واحد بيقول لهم محدش قالك تضحي ولا حد قالك تقيديلي صوابعك العشرة شمع. اسكتي يا رباب، بقولك ايه، انت جارتي بقالك كام سنه يا دوب، ما تعرفيش عادل وما تعرفيش الحياه اللي بيني وبينه، ولا عرفنا بعض ازاي ولا قابلنا صعوبات ازاي في الحياه. عادل ده روحي وقلبي، وبعدين ذهب ايه وبتاع ايه؟ ها انا ولادي معايا بالدنيا، ده انا معايا ولد وبنت زي القمر بسم الله ما شاء الله، متفوقين في دراستهم، وبصراحه بقى عادل مش مخلينا عايزين حاجه. اه يا حبيبتي، هو انت الاكل والشرب بالنسبه لك هي دي الحياه؟ والله العظيم انك عبيطه، وبكره يجي اليوم اللي تقولي يا ريتك ضربتيني بالجزمه، هو لا خليتيني اقلع الغوايش والذهب واديهم لسي عادل يسافر ويرسم نفسه. بقولك ايه يا حنان، طول عمرك يا حبيبتي عبيطه ومثاليه، انما انا يا حبيبتي ممشيه بيتي وجوزي على عجين ما يلخبطوش، وطول ما الراجل عارف انك قويه ومعاك اللي يسندك هيعمل لك الف حساب، انما لما يعرف انك ضعيفه وخايبه ومستنيه منه اللقمه هيدوس عليكي على قد ما يقدر. عموما يا حبيبتي يلا بقى القصد، انا همشي دلوقتي واسيبك، فكري يا حنان في كلامي كويس، وبلاش يا حبيبتي الطيبه والمثاليه الزياده عن اللزوم. سمعت كلام جارتي وسابتني ومشيت وانا في حيره، وبصراحه طول عمري اسمع من الناس ان الحزن بيكسر القلب، بس ما كنتش اعرف ان الكلام ده حقيقي الا لما جربت كسرة الخاطر، وكسرة الخاطر وكسرة النفس اصعب بكتير قوي من الجرح العادي، اصعب بكتير قوي انك تمسك كده آلة حادة وتنعش في جسمي. تعالوا احكي لكم حكايتي علشان تسمعوها كويس قوي وتعتبروا منها وتدوني رأيكم كمان. انا حنان، عمري دلوقتي 40 سنة، اتربيت في قرية بسيطة قوي وعيلة تعتبر فقيرة، كنا 4 بنات ما عندناش اخوات صبيان. ابويا الله يرحمه كان شغال حلاق، وامي ست بسيطة بتخيط على مكنة طول النهار للجيران وجيران الجيران. اخواتي الثلاثة الكبار كانوا بياخدوا دبلوم ويطلعوا يشتغلوا في المصانع، وانا من وراهم. قلت لامي ايه ياما، انا بصراحه كده مش عايزه ادخل دبلوم فني، انا عايزه ادخل ثانويه عامه وادخل الكليه، انت عارفه ان انا شاطره، انما اخواتي البنات ما كانوش عايزين تعليم خالص.
بت يا حنان بقى اخواتك يا بت مش عاجبينك؟ دول ست الهوانم واتجوزوا واشتغلوا وجهزوا نفسهم. بصي يا حبيبتي انت خلاص كده هتدخلي دبلوم وتبقي شاطره فيه كمان، ويا اختي تشتغلي في المصنع وتجهزي نفسك حته حته. ما انت شايفه يا بنت ابوكي حلق على باب الله، واللي بيحلق مره ما بيحلقش تاني طول الشهر. علشان كده يا بنتي اللي جاي على قد اللي رايح، اعملي في حسابك. انا قلت لاختك الكبيره تكلم لك صاحب المصنع اللي كانت بتشتغل فيه زمان قبل ما تتجوز، والراجل وافق ومستنيكي بكره. وبالفعل بدات وانا في اولى ثانوي تجاري اني اشتغل في المصنع، حبيت الشغل قوي وبدات اجهز نفسي. ومرت الايام والسنين ونجحت في سنه اولى وفي سنه تانيه ودخلت كمان الدبلوم. كنت بذاكر بايديا واسناني واقول يمكن اقدر ادخل كليه. وفي يوم لقيت البنات عندنا حركه غريبه قوي في المصنع، والكل بيقول بقول لكم ايه يا بنات، النهارده نص اليوم اجازه، اصل الباشمهندس عادل عادل ابو رجل مسلوخه جاي يصلح المكن ويعمل صيانه، والمدير قال خدوا نص اليوم اجازه، وانا بيني وبينكم مش طايقه عادل ده ولا عايزه اشوفه، عشان كده يلا بينا نمشي من دلوقتي. استنوا استنوا يا بنات لو سمحتوا، ايه عادل ابو رجلي مسلوخه ده؟ ايه يا حبيبتي الكلام ده مش عيب؟ وانت بتقولي انه مهندس وجاي يصلح المكن، ممكن تحكي لي حكايته؟ يا حبيبتي ده الباش مهندس عادل المنياوي. عادل المنياوي ده كان ابن زوات قوي، وكان ابوه عنده مصنع وهو اللي واخد هندسه ميكانيكا، وكان دايما يصلح المصنع وايده زي ما بيقولوا تتلف في حرير، لحد ما ابوه الله يرحمه وعمه قال له ان ابوه كان مديون له بمبلغ كبير قوي، علشان كده عمه اخد منه المصنع. وبعد ما كان شغال في مصنع ابوه بقى شغال تحت ايد عمه، علشان كده حصلت له حاله نفسيه، وفي يوم وهو ماشي بعربيته عمل حادثه كبيره قوي وللاسف اثرت على رجليه، وهو دلوقتي على كرسي متحرك. بس ايه بقى يا حنان، اعوذ بالله، بوزه يقطع الخميره من البيت، وكمان بيفضل يزعق ويقول ان البنات المستهتره هي اللي بتبوظ المكان. علشان كده يا حبيبتي بقولك يلا بينا نمشي ومش عايزين نكمل اليوم. ايوه بس انا قدامي شويه شغل، اصل انا بصراحه محتاجه فلوس، علشان كده خدت ورديه زياده وعايزه اعمل انتاج اكبر من كل يوم علشان الريس يصرف لي فلوس زياده. خلاص يا حنين خليك انت يا اختي اشتغلي واستحملي بقى لو يتبوس عادل. يلا سلام، يلا يا بنات. البنات كلهم مشيوا وقعدت انا اشتغل لوحدي، والريس والريسه كانوا بيتابعوني. وفجاه دخل شاب وسيم قوي، تقريبا عمري ما شفت في وسامته ولا في هيبته، كان داخل على كرسي متحرك وكان بيزقه واحد صاحبه. اول ما دخل قال مساء الخير يا جماعه، هارجوكوا فضوا لي المكان كله، ويا ريت برضو البنات اللي شغاله تشيل ايدها من المكان، لاني شغال كله كهرباء والمساعد بتاعي ممكن يغلط لا قدر الله وحد يتاذي. انت يا انسه يا اللي قاعده بعد اذنك لم حاجتك وكفايه شغل لحد كده. حاضر يا باشمهندس، انا بس بعد اذنك يعني هقعد على المكنه القديمه اللي هناك دي اخلص شغلي، وبعد ما اخلص همشي على طول، واشتغل حضرتك براحتك مش هتسمع لي صوت. بقولك ايه، انت باين عليكي غلبويه ولسانك طويل، قلتلك شغلنا كله كهربا واسلاك وانا خايف عليكي، ايه ما بتفهميش ولا ايه؟ على فكره بقى انا مؤدبه ومتربيه ومش هرد عليك. انا مش هرد على واحد زيك، انا قاعده بشوف شغلي، وقلت لك شوف انت شغلك، انت بقى اللي لسانك طويل. ايه ده يا بت، انت اتجننتي ولا ايه؟ انت مش عارفه بتكلمي مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ رئيس القاره. انا زي ما قلت لك انت جاي هنا تشتغل وانا بشتغل، وكل واحد يشوف شغله في حاله، انت فاهم ولا لا؟ ساعتها الرئيسه دخلت عليا وقالت ايه يا حنان، في ايه؟ في حد برضو يتكلم مع الباشمهندس عادل كده؟ عموما يا حبيبتي اقعدي اقعدي في مكتبي وخلصي شغلك. لا يا ريسه انا خلصت خلاص وهستاذن وامشي. عادل كان ببصلي من فوق لتحت وكان متضايق مني قوي، وبصراحه انا كمان كنت متضايقه منه ولميت شغلي، لكن عيني ما نزلتش من عليه، وكان عمال يشتغل للمساعد بتاعه اعمل دي وافصل دي وركب الكهرباء هنا
بصراحة كان دقيق جدا ومنظم، لكن كان في حاجة غريبة قوي، كل ما بصله ألاقيه ببصلي من تحت لتحت. خلصت شغلي واستأذنت ومشيت، ومرت الأيام، وبعد شوية عرفنا إن الباشمهندس عادل هيجي يشتغل معانا في المصنع، ويبدأ يتابع الشغل معانا واحدة واحدة علشان المكان ما يعطلش. مش عارفة يوميها اللي خلاني ألبس لبس حلو قوي تاني يوم، وأعمل مكياج كمان، وكأني مستنية حاجة مهمة قوي. وبالفعل أول ما دخل كنت واقفة في وسط البنات ومحدش شايفني، لكن شفته واقف وببص عليا وهو قاعد على الكرسي ومش راضي يتحرك إلا لما يشوفني. وأول ما شافني بصلي وابتسم، غصب عني ابتسم. لقيته قرب مني وقال: ازيك يا أنسة حنان، يا رب تكوني بخير. عموما أنا آسف على سوء التفاهم اللي حصل المرة اللي فاتت، والله أنا كنت فاكرك إن أنت متكاسلة أو متراخية في العمل، علشان كده اتأخرت في تقفيل شغلك. لكن لما عرفت من الرئيسة إنك واخدة شغل إضافي علشان أنت مجتهدة وشاطرة، كبرت في نظري قوي، وقلت لازم أعتذرلك بنفسي. لا طبعا يا باشمهندس، ولا اعتذار ولا حاجة، ولو كان في حد لازم يعتذر فهو أنا. عموما حقك عليا وأنا كمان أسفة ليك. لا لا ما تقوليش كده، بعد إذنك هو أنا ممكن أعزمك النهاردة على الغدا؟ إيه؟ لا طبعا أنا بخلص الشغل وأمشي على طول. أنا عارف إن أنت عندك امتحانات الدبلوم، طب خلاص ممكن توعديني بعد الامتحانات نتقابل ونتغدى سوا؟ لا يا باش مهندس الموضوع ده مرفوض خالص، بقولك إيه عن إذنك بقى عشان بصراحة عندي شغل كتير. سبت ومشيت، كنت طايرة من الفرحة والسعادة. هأول مرة قلبي دق بالطريقة دي، معقول معقول هو ده الحب اللي ناس بيقولوا عنه؟ مرت الأيام والشهور، وامتحنت الدبلوم ونجحت، ويوم ما نجحت رجعت على طول المصنع. كنت فرحانة قوي، لكن ما كانش حد خالص عارف ان نجحت، ولا حد عارف اصلا ان النتيجة ظهرت. لكن اول ما دخلت لقيت على المكنة بقعد اشتغل عليها بوكي ورد. بصيت للرئيسة وقلت: ايه يا رئيسة، ايه الورد ده؟ مين اللي حطه على المكنة بتاعتي؟ بقولك ايه يا حبيبتي، ده الباشمهندس عادل قال لي اجيبلك الورد ده واقولك الف مبروك النجاح. والله يا حنان ما عارفة انت اصلا في سنة كام. لعلمك يا حنان الباشمهندس عادل ابن ناس قوي وابن اصول، لولاش بس يا بنتي الزمن هو اللي جاء عليه وكسر بخاطره. يلا يا حبيبتي اقبلي الورد والف مبروك عليك النجاح. كنت فرحانة قوي بالورد أكتر ما فرحانة بالنجاح. وهنا دخلت هنا صاحبتي وقالت: إيه يا بنت اللي أنا شايفاه ده؟ اوعي يا بنت يكون حصل بقى، أنت يا هبلة تقعي في حب أبو رجل مسلوخة. يا هبلة ده قاعد على كرسي متحرك وكان غني قوي ومعاه فلوس، كان زمان ممكن أقولك آه، إنما دلوقتي يا بنتي ما حلتوش حاجة، ده موظف زيه زيك ما بيعرفش أصلا يقف على رجليه، علشان كده جايب مساعد معاه. اوعي يا بنت تكوني بتحبيه هطلة، ولا نعني ناوية تكون انت الكبش الفدا اللي هتشتغلي له ممرضة. ايه يا هنا اللي انت بتقوليه ده، انت مكبرة المواضيع قوي، ولا حب ولا دياوله، الراجل كتر الف خيره يعني ذوقه وبيفهم في الواجب وجايب لي ورد، يعني ما طلعتش منك انك تقوليلي مبروك النجاح. يلا يلا روحي شوفي شغلك. كنت قاعدة واخدة الورد في حضني وكأن الدنيا كلها بترقص قدام عينيا. وبالليل كلمني عادل في التليفون وقال لي: مساء الخير يا أنسة حنان، أنا عارف إن رقمي مش متسجل معاكي، لكن أنا جايب رقمك ومن زمان قوي، بس ما حبيتش أتصل عليكي وأفرض نفسي عليكي. عموما ألف ألف مبروك النجاح، وبعد إذنك أنا كنت عايزك تاخدي لي ميعاد من والدك علشان اجي اشرب معاه شاي. ها تشرب مع بابا شاي ليه يا باشمهندس؟ هو انتوا ما عندكوش شاي في البيت ولا ايه؟ عندنا شاي، لكن بصراحه انا عايز اشرب معاه شربات. ومن ايدك يا عروسه. بقولك ايه حنان، انا بحبك قوي وعايزه اتقدم لك واتجوزك، انا مراقبك من زمان وعارف عنك كل حاجه، واظن يعني ان انا حالي ما يخفاش عن حد، واظن برضو انك سألت عني كتير قوي وعرفتي كل حاجة. وانت يا بنت الناس ليك حرية الاختيار، يا اما تقبلي بي على وضعي يا اما بلاش. انا عندي شقة الحمد لله، لكن لا ليا ام ولا اب ولا اي حد،
انا ليا شقه هي ميراثي الوحيد من والد الله يرحمه، والمصنع عمي خده، يعني انا على فيض الكريم. شقتي مفروشه صحيح فرش كويس، يعني لو اتجوزنا باذن الله وحصل نصيب هنتجوز فيها. فكري مع نفسك ورد عليا، يا اما تقولي لي خلينا اخوات، يا اما تبعتي لي رقم اخوكي او والدك اكلمهم. عموما يا باشمهندس انا ما عنديش اخوات صبيان، لكن انا برد عليك دلوقتي، انا موافقه وهبعت لك رقم بابا. وكانت اسعد ايام حياتي، بابا وافق عليه، وافق عليه لما عرف انه حتى مش هيكلفني حاجه وهنجهز حياتنا واحده واحده. فضلت انا وعادل سنه مخطوبين والكل بيضحك عليا ويقول لي انت مجنونه، ازاي تتجوزي واحد قاعد على كرسي متحرك؟ ازاي تقبلي انك تشتغلي ممرضه ليه؟ لكن انا كنت شايفاه احسن راجل في الدنيا، كل الرجاله في الدنيا في كفه واحد اللي وحده في كفه. مرت على خطوبتنا 3 سنين والحمد لله اتجوزنا، والشغل الحمد لله كان كويس، كنت بنزل المصنع معاه كل يوم، وانا كمان بقيت المساعدة بتاعته، واتعلمت شغل المكن وشغل الكهرباء، كنت سعيدة قوي بيه. وقررنا اننا نأجل الخلفة شوية، لان كان عندنا حاجة مهمة جدا لازم تحصل قبل الخلفة. برضو يا حنان انت برضو مصرة يا بنت الناس، حرام عليكي، انا بقولك الفلوس اللي انت محوشاها دي كلها يلا نصرفها على نفسنا، نجيب شقة في مكان احسن، انت تروحي للدكتور تشوفي موضوع الحمل. انما ازاي يعني عايزاني اخد كل الفلوس دي واعمل بها عملية عشان اقف على رجليا؟ انا قلتلك قبل كده ان الامل مفقود، وصدقيني الحمد لله انا راضي، راضي بكل حاجة. وما دام انت يا ستي راضية بكده خلاص خلي الفلوس بقى اوفر، بصراحة مستخسر في نفسي الفلوس دي كلها. هي انت بتقول ايه يا عادل؟ يا حبيبي يا حبيبي الخلفة دي تيجي في اي وقت لما ربنا يريد، انما انت دلوقتي يا نور عيني لازم تعمل العملية ولازم تقف على رجليك، لازم تبقى الباش مهندس عادل اللي المصانع كلها بتتخانق عليه وعلى اسمه. بقول لك ايه، انا اتفقت مع الدكتور والعملية باذن الله بعد بكرة. ارجوك يا عادل لو بتحبني بجد وعايز تساعدني وافق على اللي بقوله لك. والحمد لله بعد اسبوع بالظبط دخل علي عادل وهو واقف على رجليه. هي حنان هي حنان، انا وقفت على رجليا، المعجزه حصلت يا حنان، المعجزه حصلت يا بنت الاصول، وشك حلو عليا يا بنت من يوم ما شفتك، المعجزه حصلت يا حبيبي. حمد لله على السلامه والف الف مبروك، اللهم لك الحمد يا رب. شفت يا عادل؟ شفت يا حبيبي؟ ده ربنا هو اللي امرنا بالسعي وهو على النتائج، وانت سعيت يا حبيبي والنتيجه ظهرت، اللهم لك الحمد. ده اسعد يوم في حياتي. وعلى فكره بقى عايزه اقول لك على حاجه، انا بصراحه كده شاكه اني حامل. عادل شالني وقعد يلف بيا من الفرحه، وليلتها رحنا للدكتور واتاكدنا اني حامل. مرت الشهور علينا في اسعد وضع، لكني قعدت من الشغل علشان كنت تعبانه قوي. ومرت الايام والشهور وربنا اكرمنا ببنت زي القمر. وفي يوم عادل دخل عليا وقال يا حنان البنت اميره دي هي اميره فعلا، ووشها خير عليا زي ما انت زمان يا حبيبتي كنت وشك خير عليا. عارفه يا حنان انا جايه لي سفريه بسم الله ما شاء الله، واحد طالبني بالاسم في مصنع كبير قوي للملابس الجاهزه في لبنان، مجموعه مصانع يا بنتي، انا هتولى الاشراف على كل المكان، انا همسك الصيانه بتاعتها، وهيعملوا معايا عقد بالدولار كمان في السنه، يعني ممكن اسافر سنه واحده وبعدها ابعت ليكي انت والبنت واخدكم معايا. يا حبيبي ألف مبروك، مش قلتلك يا عادل أنت شاطر وتستاهل خير الدنيا كلها؟ هقولي بقى إيه المطلوب علشان السفرية دي بإذن الله؟ هو بصراحة المطلوب علشان السفرية دي مبلغ كبير قوي، أنا قلت للراجل برضو أنا معايا فلوس ومستور، واتكسفت أقوله أني على فضل الكريم. هي حبيبي ولا يهمك، طب ما انا معايا غوشتين اهم، الغوايش دي مش انت اللي جايبهم لي؟ والخواتم اللي انا كنت بحوش في فلوسهم وبجيبهم حته حته، يا حبيبي انا اصلا مش بلبسهم، خدهم ولو عايز كمان الحلق والدبله فداك اي حاجه، خد الغوايش والخواتم دي بيعها، وباذن الله لما ربنا يكرمك ابقى هات لي غيرهم يا سيدي.
يا خبر يا حنان، معقول كده يا حبيبتي؟ لا طبعا، ما انت يعني كل صحابك واخواتك لابسين دهب، هتيجي عليك انت يعني؟ لا يا حبيبتي لا، انا بفكر بقى ارفض السفرية دي وخلاص. اوعى يا عادل، ده رزقنا يا حبيبي ورزق اميرة الصغيرة، زي ما قلت لك كده، تاخد الذهب دلوقتي حالا وتطلع على الصاغه، تشوفه يا حبيبي بكام وهينضحك عليك. انا بس لو مش سهرانه مع البت طول الليل وتعبانه كنت رحت معاك. يلا يا حبيبي ربنا يوفقك، وانا هجهز لك هدومك. وعايزاك بقى ايه، صيتك يسمع في لبنان اشهر من نزار قباني، فاهم ولا لا؟ حاضر يا حبيبتي، متشكر يا حنان، وربنا ما يحوجك لحد، وربنا يا حبيبتي يقدرني ان اعوضك كل خير. وبالفعل عادل خد الذهب بيعه وسافر لبنان، وبدا يبعت لي فلوس، وفلوس كتير قوي، كل شهر كان بيبعت لي فلوس كتير. حتى جارتي رباب كانت زعلانه اني بعت الذهب، لكن كنت سعيده قوي، وكان بيجيب لي ذهب وهدوم ويبعت لي حاجات كتير، لدرجه كمان ان اشتريت شقتين وكتبتهم باسمه، واشتريت حته ارض وكتبتها باسمه. كنت سعيده جدا، لكني ما كنتش عايزه اسيب الشقه اللي اتجوزنا فيها وجيراني حبايبي. ومرت الايام والسنين، وجوزي بينزل كل سنه يا دوب شهر ولا اتنين. جوزي صحيح اتغير وبقى حليوه اكتر واكتر وقيمه وسيمه، والناس كلها بتشاور عليه، وربنا كرمني بولد، وكانت برضو فرحته ما تتوصفش. بقولك ايه يا عادل يا حبيبي، بصراحة أميرة كبرت ودخلت المدرسة، ومحمد أخوها كمان ما شاء الله عليه كبر كمان وهيدخل المدرسة بعد كام شهر. أنا بقول يا حبيبي كفاية غربة لحد كده، انت أهو بقالك يجي 10 سنين مسافر. بقولك ايه يا حبيبي، ما ترجع بقى ونعمل مشروع هنا. أنا بقول يعني احنا ممكن نعمل مصنع ملابس هنا، ويعني يا حبيبي انت تبقى بس يعني المشرف، وانزل كمان اشتغل معاك. انت ناسي ان ليا في شغل المصانع ولا ايه؟ انت بتقولي ايه يا حنان، شغل ايه ده اللي ليكي واقعد ازاي يعني؟ لا طبعا يا حبيبتي، انت ست الستات وتقعدي متهننه في بيتك وتاخدي بالك من مذاكره العيال، انا عايزهم ياخدوا كليه هندسه زي ابوهم، فاهمه ولا لا؟ حاضر طبعا يا حبيبي، هو اوعى تخاف ولا تقولي اني واخده دبلوم تجاره، انت عارف ان انا شاطره. لا يا حبيبتي، انا عارف كويس قوي انك شاطره، بس سيبك بقى من موضوع المصانع والشغل، بصراحه انا مبسوط قوي في لبنان، وبصراحه كمان انا حاسس ان العيشه هناك احسن من مصر، يا ريتك توافقي وتيجي نعيش هناك. لا يا حبيبي، لبنان ايه وبتاع ايه، ده بلدنا، وانت ناسي ان امي واخواتي هنا، وامي بعد ابويا الله يرحمه ملهاش حد غيرنا ولا ايه؟ لا لا يا عادل، سافر انت يا حبيبي، وبيتك واولادك في الحفظ والصون. ومرت السنين، والسنة اللي كان بينزل فيها شهر بقت سنتين وثلاثة واربعة، عادل بس بيبعت فلوس. ومرت الأيام وولادي كبروا، وخلاص أميرة هتدخل الكلية، زهقت وتعبت من الوحدة، ولادي طول النهار في كلياتهم ومدارسهم، وأنا قاعدة لوحدي بالأربع سنين ما بشوفش جوزي. وفجأة بنتي جت من الكلية تعيط وتقول لي: هي ماما، هي ماما، انا شفت مصيبه يا ماما، مش متخيله اللي بيحصل. في ايه يا اميره يا حبيبتي بعد الشر عليكي، هو ابوكي كلمك من لبنان ولا حصل له حاجه؟ لا يا ماما لا، بس يا ماما وقعت في ايدي كده بالصدفه مجله، حضرتك عارفه اني بحب اشتري مجلات الموضه والازياء وكده، وقعت في ايدي مجله قديمه، المجله دي بتاعه الفن والممثلين وكده، وتقريبا المجله دي لبنانيه، ولقيت صوره بابا وهو واقف جنب عارضه ازياء ولابسه عروسه، ومكتوب ان هي جواز عارضه الازياء المشهوره دي من رجل الاعمال المهندس عادل المنياوي. يا لهوي، هي انت بتقولي ايه يا اميره، ابوكي يتجوز عارضه ازياء ولا ممثله ولا الكلام الفارغ ده؟ لا طبعا يا بنتي، ده ابوكي راجل تقي وما بيقومش من على المصليه. لا 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 يا اميره، انت اكيد يا حبيبتي فهمتي غلط. لا يا ماما ما فهمتش غلط ولا حاجه، والمجله معايا اهي، اتفضلي. بصيت في المجله، هو جوزي انا عارفاه، والبنت اللي واقفه جنبه دي عارضه ازياء، وفعلا كان حكالي عنها، انا سمع اسمها كويس قوي وحافظاه. ازاي يتجوزها؟ ازاي يخني؟ ازاي يقبل عليا كده؟ ازاي يرميني في مصر كل السنين دي وهو عايش حياته؟ والمصدمه الاكبر اني لما قريت التاريخ بتاع المجله وتاريخ فرحهم،
انهم متجوزين تقريبا من حوالي 4 سنين. 4 سنين وانا مرمية هنا بستنى اليوم اللي هشوفه فيه واترمه في حضنه. أتاري هو حضنه مليان بواحدة غيري. كلمته في التليفون وقلت له: بقولك ايه يا عادل، احنا يا ابن الناس مشينا مع بعض وطلعنا السلم من الصفر وتحت الصفر كمان، لكن دلوقتي انا شايفة انك بقيت كتير عليا، او شايف نفسك كتير عليا. علشان كده يا عادل انا بقول يا حبيبي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، عشان سمعة بنتك اللي بدأت العرسان تجيلها طلقني يا عادل. ايه في ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا حبيبتي، انت حد زعلك ولا يكونوش العيال تعبينك برضو من مشاكلهم؟ يا عادل انا عرفت انك اتجوزت عليا في لبنان، لو سمحت انزل من غير شوشرة وطلقني في هدوء. عادل قفل معايا السكة وما ردش عليا، لكن بالظبط بعد 12 ساعة لقيت عادل قدامي، ما جريتش عليه ولا حضنته زي كل مرة. بصيت له وقلت: شكرا يا ابن الأصول، شكرا على كل حاجة حلوة منك، شكرا على مكافأة نهاية الخدمة. حنان لو سمحتي اهدي شوية وخلينا نتكلم بالعقل. على فكرة أنا ما اتجوزتش عريضة الأزياء دي تفاصة مني ولا حاجة، ولا واحدة قدرت تاخد مكانك في قلبي، ده شغل. وبصراحة يعني أنا ضعفت، أنا بقعد بالسنة والاتنين بعيد عنك، وأنا راجل برضو وليا متطلبات. وأنا ست يا عادل وليا متطلبات، أنا ست وقافلة على نفسي 4 حيطان، قعدت من الشغل طول النهار في وسط المذاكرة ومشاكل العيال. أنا ست ورفضت أتكلم مع أي راجل غيرك، رفضت إني أسمع كلمة حلوة علشان مستنياك، علشان بتدبق لي الكلام الحلو من السنة للسنة، إنما أنت ما استحملتش وعايز تسمع الكلام الحلو كل ساعة وكل يوم. اتجوزت عليا، واتجوزت عليا مين؟ واحدة على الموضة، واحدة انت شايفها تليق بالبشمهندس عادل. انما حنان الغلبانة بنت الحلاق كانت بس تليق بعادل اللي كان غلبان ومضحوك عليه وعمه واكل ورثه وكان قاعد على كرسي متحرك، هو ده اللي كان يليق بحنان بنت الحلاق. انما دلوقتي البشمهندس عادل المنياوي اللي واقف على رجليه وسبغ شعره ورجع 30 سنة لورا يتجوز واحدة معرية كتافها وركها، صح يا باشمهندس؟ إنما أنا خلاص اتركنت على الرف، إنما أنا يا باشمهندس مقبلش على نفسي كده. ولادك هتفضل أبوهم سواء أنا على ذمتك أو لأ، إنما أنا مفيش حاجة تجبرني إن أفضل على ذمتك. حنان أرجوك يا حنان، أرجوك أبوس إيدك، بلاش تهدي بيتنا وتخربيه. أنت فعلا وقفتي معايا من أول السلم ومن تحت الصفر زي ما قلتي، لكن أنا زي ما قلتلك أنا راجل وضعفت وليا متطلبات. والله العظيم كانت غلطة، صدقيني صدقيني يا حنان. أنا المشكلة دلوقتي إن بيني وبينها شغل كتير قوي، والله العظيم أنا عارف إنها كانت نزوة، لكن للأسف أنا مرتبط معاها بفلوس وعقود كتير جدا مش عارف أطلع منها. صدقيني يا حنان انا عارف انها غيرك، وعارف انه مجتمع منفتح ما ينفعش اني اوافق على حاجات كتير قوي فيه، لكن انت ارجوكي ما تسيبينيش وارجوكي ما تخربيش بيتك. اسمعيني يا حنان، اقبلي لي عذر واحد ارجوكي. يا عادل انا هرجع بيت امي دلوقتي وعايزه ورقتي تكون عندي في اقرب فرصه، ولادك كبروا وبقت عروسه وابنك محمد بقى راجل مش محتاجيني معاهم، واظن ان طول عمري بوفر لك حتى حق الشغالة اللي تيجي تساعدني في البيت، إنما دلوقتي تقدر تجيب لعيالك خدامة تخدمهم وتأكلهم وتشربهم، وإنت ترجع لحضن السنيورة عارضة الأزياء اللي تليق بالمهندس عادل رجل الأعمال. ومشيت بيت أمي ورفضت أتكلم مع أي حد، حتى أخواتي وجوازاتهم اللي حاولوا يتدخلوا في الموضوع. أميرة بنتي كانت كل يوم تكلمني هو تقول لي: يا ماما بابا تقريبا بينهار، بابا خلاص ما عادش شايف قدامه، وبحاول يكلمها علشان ينهو كل حاجة، لكن من الواضح ان البنت دي هتاخد منه فلوس كتير قوي. بصراحة كنت مبسوطة، مبسوطة انه هيخسر فلوس كتير قوي علشان خاطر نزوة هو حتى مش مقتنع بيها. فضلت قاعدة في بيت ابويا سنة لحد اليوم اللي عادل جاني فيه: حنان انا جايلك يا بنت الناس قدام امك واخواتك واولادي، ها انا بقولك ارجوكي سامحيني، ارجوكي ما تخربيش بيتنا، انا عمري ما هطلقك، مستحيل اطلقك على جثتي، انا طلقت يارا
وصحيح خدت مني فلوس كتير، لكن صدقيني انا فقت لنفسي وعرفت انها كانت مجرد نزوة. انا بجد عمري ما حبيت غيرك، ارجوكي ارجوكي سامحيني. انا اعرف ان ياما الرجالة بتغلط والستات بتسامحهم وقولوا علشان خاطر البيت وكده. والله يا باش مهندس، دول بقى الرجالة اللي بتبص لواحدة بتكلم واحدة كده مرة على النت، إنما أنت متجوز واحدة بقالك 4 سنين، بقالك 4 سنين بتكذب عليا، بقالك 4 سنين واخد حقي ومديه لواحدة تانية. كان أبسط حق ليا إنك تعرض عليا وتقول أنا هتجوز، وأنا من حقي أرفض أو أوافق. عموما يا باش مهندس، لو أنا بقى اللي غلطت الغلطة دي وكلمت واحد غيرك في غيابك، أظن ما كنتش هتغفرها. بقولك إيه يا عادل، أنا محتاجة مدة طويلة قوي إني أفوق من اللي أنا فيه وأستعيد نفسي وأفكر مع نفسي من أول وجديد. بعد إذنك امشي دلوقتي وسيبني أفكر وهرد عليك بإذن الله. ودلوقتي يا جماعة، حكيت حكايتي من طقطق لسلام عليكو. كل الناس دلوقتي بتقولي فكري بعقلك، انت ياما تعبتي وشقيتي وحطيتي القرش على القرش وبعتي ذهبك ووقفتي معاه لحد ما وقف على رجليه وبقى رجل اعمال. معقول يا حبيبتي دلوقتي تسيبي نفسك وتسيبي فلوسك وتسيبي خير ولادك يتجوز واحده تانية ومليون واحده توافق انها تتجوزه؟ اخواتي بيقولولي ارجعي بيت جوزك وعيشي في وسط ولادك واتمتعي انت بخيره وولادك يتمتعوا بخير ابوهم، احسن ما واحده غريبه تيجي تاخده على الجاهز بفلوسه بتعبك وشقاكي وسنين عمرك. لكن انا من جوايا بقول لا، يغور هو وفلوسه وعياله كمان. لكن يجي حد تاني يقول لي حرام عليكي تبدأي من تحت الصفر تاني، تقدري تقولي لي انت باسمك ايه؟ هأرد واقول مفيش حاجة باسمي ولا في اي حاجة غير شوية الذهب اللي هو كان بيدهم لي. انا حتى كنت بستخسر اشيل 5 جنيه من وراه، وكنت بدل ما اجيب لنفسي ذهب اجيب لبنتي واعمل شهادات استثمار لي هو وولاده في البنك. طلعت جدعة معاه زيادة عن اللزوم. عشان كده الناس بيقولولي انتي غلطانة وتستاهلي ضرب الصرم زي ما بيقولوا. دلوقتي بقى انا جاي اسألكو، هل الست ممكن تسامح وترجع وتنسى اللي فات، ولا تسامح وترجع واللي في القلب في القلب؟ اهم حاجة ما ضيعش تعبي وشقايا وخير ولادي، ولا اتطلق وابدأ من الصفر؟ بجد يا جماعة الموضوع قضية رأي عام وبيحصل لناس كتير قوي، ولازم تقول لي رأيك.